يتمنى الآباء والأمهات أكيد طفل يتمتع بالصحة والسلامة وأكيد يتصف بالذكاء الحاد ناجحا في الدراسة وفي الحياة، إلا أن هذه التوقعات لا تصادفهم بأطفال بطيئي التعلم. ما هو بطء التعلم وكيف يتعرف عليه الوالدان؟ هل له علاج؟ رح نتعرف على كل هذا وأكثر مع الأستاذ مسفر الهزاع، مستشار تربوي بمركز تعارفه للإرشاد الأسري. أهلا وسهلا فيك أستاذ مسفر. أهلا بك، نورتنا. بطء التعلم للوهلة الأولى، وسألتك تحت الهواء هل هو نفسه لما يكون شخص مصاب بنقص، عفوا، صعوبات التعلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحده. أولا أشكركم على الاستضافة، وكنت أتمنى الوقت يكون أكثر من ربع ساعة، لكن سنأتي على ما هو مفيد إن شاء الله. نختصر بطء التعلم، أعرفه لك باختصار ومبسط، هو عدم قدرة الطفل على مجاراة أقرانه في الصف في التحصيل الدراسي، لأسباب تتعلق بانخفاض مستوى الذكاء لديه. هذا هو الطفل. ليس كسل. لا، ليس كسل، لا، معدل الذكاء في اختبار يجرى بينه او وكسلر، اذا جاب من 70 الى 80 هذا نعتبره طفل بطيء تعلم، او الفئه الحديه نسميهم. لا هم اطفال عاديين ولا هم اطفال متاخرين عقليا. جميل. طيب، يعني انت دحين يعني وضحت لنا ايش هو بطء التعلم، لكن انا بدي اعرف ايش الصفات او العلامات اللي تظهر على الطفل عشان نقول انه هذا بطيء تعلم. يعني هل هو بس في المدرسه، ولا في صفات قبل المدرسه تكون واضحه عليه تبين انه هذا الطفل راح يكون عنده بطء في التعلم؟ اي، انت تقصدين مؤشرات او مؤشرات أو علامات بطء التعلم؟ نبدأ، هناك اسباب ومؤشرات كثيره، نفسيه، اجتماعيه، لكن شخصيا أذهب إلى سبب رئيسي اللي هو تعلق بالحمل والولادة. أحيانا يجي الطفل يلد عمره 7 شهور، هذا يسمى خديج، هذا في احتمال ومؤشر على أنه يكون طفل بطيء تعلم. أحيانا تصير مشاكل أثناء الولادة ويتأخر خروج الطفل، وبالتالي يؤدي نقص الأكسجين، نقص الأكسجين هذا يؤدي إلى تأثر على الدماغ سلبيا، وبالتالي ينخفض معدل الذكاء عنده. هذا ايضا مؤشر على احتمال انه يكون طفل بطيء تعلم. ايضا بدا يمشي يخطي، ممكن يسقط سقطه قويه على راسه، يفقد الوعي ايا كان، يوم يومين اسبوع اسبوعين بعدها يصحي، هذا ايضا يعتبر مؤشر انه بيكون عنده لا قدر الله بطيء تعلم. عفوا، بس استاذ يعني وضح لنا هذه اكثر، انه هو يسقط وممكن يدخل في غيبوبه. اي، اول ما يبدون الاطفال في المشي يمكن تعرض يطيح على راسه. أيوة. او اي تعرض الخطات البسيطه بس. لا، لازم يكون فيها غيبوبه. اذا حصل فيها غيبوبه. اذا حصل فيها غيبوبه نقول انها من مؤشرات ومن اسباب اللي تؤدي الى لا سبحان الله بطء التعلم. المؤشر اللي ايضا لما يبقى عمر 4 سنوات و5، ايضا في ابدال الحروف. يعني مثلا طارق ينطق طاقر، ناصر نارس، هذه مؤشرات كلها تدل على ان هناك بطء تعلم، او قد يكون هناك بطء تعلم. ويتاكد هذا من كله عند قبل دخول المدرسه، او عند دخول المدرسه يجرى الاختبار بينه. اذا جاب درجه ذكاء من 70 الى 80 بطيء تعلم. بطيء تعلم. طيب ايش عفوا بس ايش هي طيب الدرجة الأساسية أو اللي يبان فيها؟ الطبيعي فوق من 90 فما فوق، هذا طبيعي. 90 اي نعم، 70 يعني ضعيف. وكسار قال من 75 الى 85، وبينه قال من 70 الى 80، هذا هم الحدية. اللي تحت 70 هذا هم أطفال يعني نقول متأخرين عقليا. نعم. اللي بنلطفها شوية، ما نبقى متخلفين، نكون متأخرين عقليا. ذكرت لنا أستاذ مسفر تحت الهواء قصة مرة حلوة، هي يمكن شاملة لكل عفوا بطيء التعلم إذا ممكن. أي، القصة هذه عايشتها أنا بالأمس تحديدا. أن التصور العام لدينا أن بطيء التعلم، طبعا أطمن الأسر الأهل أن بطيء التعلم ما هو أنها انتهت حياته، أنه خلاص أخذ ابتدائي متوسط انتهى، لا، هم يجدون الأشياء الحرفية، الأشياء المهنية يبدعون فيها. وأنا أوجه رسالة للأسر، تابعوا مواهب ابنائكم ونموها وادعموهم وحفزوهم. اي شغله مهنيه يجيدها طلب العمل اليدوي، وجهه. في مراكز ايضا، معهد عمارة التشييد، معهد الملكي، معهد الرياضه، كثيره كثيره في مملكتنا الغاليه. فانا اقول ان لا، ليس نهايه العالم. وقفت على حالات دربوا وتزوجوا واسسوا بيوت. الحاله اللي انا وقفت عليها امس، ان طالبه قبلت في الجامعه تحديدا
جامعة الإمام محمد بن سعود. أنا أوجه تحية وشكر لإدارة الجامعة على المبادرة الجميلة هذه. كيف طالب بطيء تعلم عمرها الزمني ويسمح لأهلها بذكر العمر الزمني 20 سنة لكن عمرها العقلي أقل بكثير. فاللي صار أن الجامعة استحدثت قسم خاص بهالفئة أصحاب الظروف الخاصة حتى معهم بطاقة يشرح فيها أنه يعامل معاملة خاصة، الأسئلة تعطى بطريقة موضوعية إلى آخر، يعني تسهل لهم المواد العلمية. في نفس الوقت وقع الدكتور على موافقته على تدريس الحالة هذه. هذه جدا مبادرة جميلة جدا جدا. أنا أول مرة أسمع بها أنها في جامعة الإمام. إذا في جامعات أخرى مسوين قبل فيعذروني، لا ما طلعت إلا أمس تحديدا، فأوجه لهم من هالمنبر كل تحية وتقدير. أكيد طبعا كلنا بصراحة نحيي جامعة الإمام على هذه البادرة الجميلة والرائعة منهم أنهم يعني استحدثوا قسم خاص للأشخاص اللي نفس حالة القصة اللي سمعناها وغيرها، وكمان يعني حاطين بطاقة كمان كاتبين فيها كيف ليس فقط بطيء التعلم، نحن مثلا اللي عندهم إعاقة بدنية جسمية هذه. نعم جميل. أي جميل جدا. أعتقد فئات أخرى. يعطيهم ألف عافية بصراحة في جامعة الإمام، وأتمنى إن شاء الله يعني أغلب الجامعات عندنا في المملكة العربية السعودية كمان تشجع، لأنه التعليم فعلا للجميع. لو تسمح لي أسألك كمان أستاذ مسفر، بالنسبة لبطء التعلم هل يعتبر اضطراب كالتوحد خلينا نقول؟ أو اضطراب في نواحي معينة. هو الطفل بطيء التعلم لا يستطيع مقارنة أو عفوا مجاراة أقرانه، بالتالي يحاول يكون ينسحب نوعا ما عشان ما يغلط، عشان ما يعبر عن رأيه بطريقة سلسة، فيخجل، وبالتالي يحاول أنه ما يكون علاقات، التواصل الاجتماعي عنده ضعيف، أيضا حتى مشاركته مع معلميه في الفصل تكون ضعيفة حتى لا يخطئ، لأن مشكلته في الحفظ ما يتعلق بالحفظ، لقدرة معينة في الحفظ. الطلاب مثلا يحفظون 10 آيات أو 10 سطور من الشعر وخمس وخلص، مثل الكاس لما تجيب تصب فيه ماء. يعني هي قدرات معينة صحيح. قدرات العقلية هذه ما لا يستطيع تجاوزها، لكن نسعى لأنه بالتعزيز والتشجيع من قبل الأسرة والمدرسة أنه يحافظ على المستوى الذكاء اللي فيه لا ينخفض أو يعني يصيبها خلل. يعني هذا هو السؤال اللي بدي أسألك هو أستاذ مسفر، يعني الآن دخل الطفل المدرسة اكتشفوا أنه هو بطيء تعلم، سووا له هذه الاختبارات وطلع مقياسه أنه عنده بطيء تعلم، إيش الحل؟ هل يكمل دراسة ويتماشى مع الطلبة اللي في سنه في مدرسة عادية؟ هل يحتاج فصول تقوية زيادة؟ زي أنت بتقول أنه هو خلاص هو محدود حده يعني في الذكاء، فكيف المفروض التعامل معه الآن من ناحية الدراسة؟ في السابق كان ما في أي تعامل، وكان يضغط عليه يرسب سنة سنتين وتسرب من الدراسة. لكن حاليا الحمد لله قررت وزارة التعليم بأمر سامي أنه يفتح برنامج اسمه يسير، والآن قائم يجرى للطالب اللي يشك في أنه عنده بطء تعلم اختبار بينه، بموجب اختبار هذا في أوقات معينة من الأسبوع يكون عندهم معلم صعوبات تعلم أقرب واحد لهم، يجمعهم في الأسبوع ما أدى عاد مرتين أو ثلاث مرات، ولكنهم في المجمل في الفصل العادي تمام، لا يحتاج أنهم يعني مدموجين مع زملائهم، بس فقط أوقات معينة يأخذهم معلم هذا التدريب ومتابعة حالتهم بشكل يعني مركز. جميل. يعني ولكن البرنامج يسير هذا تشكر الوزارة عليه، ولو لي عليهم ملاحظات ودي انهم ناخذها في اخر المداخله. او ايش الملاحظات؟ يعني ملاحظات انهم كانوا ان شاء الله مساعين، ان شاء الله انهم يشترطون ان الطالب يعيد سنتين او ثلاث، يعني لازم يعيد عشان ده. عندك اختبار بينه خلاص يكفي. صحيح. ايضا يرمز له في الشهاده لما تخرج من الثانويه العامه انه من برنامج يسير. يعني كانهم يصمون وصمه مو من غير قصد ان شاء الله، انهم يسعون لازالتها. هذه النقطتين اللي في واحده يعني هي المسميات مزعجه نوعا ما. اي نوعا. نعم. نعم. لدرجه العام الماضي كلمني واحد وسالني ولي امر، والله ما اعرف، قال يا ابو فهد موضوع كذا هل يشار له فيه؟ قلت نعم يشار، ما هو بختم لكن يرمز له. قالوا سبب الكتروني يعني في نور وما نور انه يتطلب الشيء هذا، لكن يقدرون عليه، لكن ان شاء الله انهم بيتعاملون. ملاحظات مره مهمه وان شاء الله انهم ياخذون فيها استاذ مسفر. بس خليني اسالك عن طريقه التعامل مع الطفل بطيء التعلم. يعني بالبيت وبالمدرسه وحتى بالحال يعني بالحياه، لانه نعرف انه ممكن يتعرض للتنمر وغيره. ايوه هذا هو بيت القصيد في الموضوع. ان نقول انا وجه ثلاث رسائل. الرساله الاولى للاسره، بطيء التعلم لا يحتاج منكم ضغط ولا صياح ولا شدة ولا غلظة، يحتاج هدوء
وتلطف وتحفيز وتشجيع. هذه اللي قدرة الله أعطى الله عليه. طيب صح. ما لا تستطيع أن تزيد عنها شيء. يحتاج فقط إلى التشجيع. بالتشجيع هو ما شاء الله تبارك الله تمشي ويحافظ على وضعه الدراسي. الإساءة بالكلام أو أنت غبي أنت هذه تدمر تدمير صحيح. لا يعلمها إلا الله. هذه رسالة رسالتي لكل أب ولكل أم، حافظوا على نفسيات أبنائكم. لأن الحياة مو بلازم كلنا نأخذ جامعة. لا كلنا ميسر لما خلق له. هذه رسالتي للوالدين بالدرجة الأولى، حافظوا على نفسياتهم، شجعوهم، ادعموهم. رسالة أخرى للمعلمين، يا أخوان عندما يصل إليك أو يبلغك مرشد الطلاب أن هناك حالة بطء تعلم أو أكثر من حالة، تعاملهم تعامل خاص عن الطلاب العاديين، حتى في طلبك من الحفظ يكون بطريقة لا تجي من بعيد تقول احفظ يا محمد، لأنه ما راح يستطيع يحفظ ويرفع صوته عشان يسمعك وبالتالي بيخطي فيضرب عن الحفظ. تعال جنبه واسمع من قريب، شجع حفزه، ارفقوا بهم، يحتاجون الرفق من الجميع. نعم عاملوهم بلطف، والله انهم اكثر فئه تحتاج لطف المدارس. صح صح. طبعا السابق كانوا معلمين طلبوا نطلب يعني تساعدنا، شوف هذا فلان عنده كذا عنده مطلب. الان خلاص في برنامج يسير وشيء رسمي. لهم نعم اذا حققوا حد معين 50% من التحصيل الدراسي المفروض المعلم يتجاوب معهم ومثل ما يقولون بالعاميه يمشيهم. جميل. فهذه رسالتي. الرساله الثالثه اللي جبتها قبل قليل وزاره التعليم انهم يلغون الشرطين هذه عن يعني للأمانة أستاذ مسفر أنا أول مرة أعرف أنه هذه الواقعة أو الطفل بطيء التعلم موجود عندنا وبحالات زي ما أنت بتتكلم. يمكن مرة زمان أنا شفت فيلم كان يتكلم على نفس الحالة، أنه ولد ذكاؤه أقل من عمره الحقيقي أو عقله عمر العقلي أقل من عمره في السنوات في الحياة الزمني. تأثرت جداً. نتمنى الجميع يدعم هذه الفئة. إذا كان الموضوع جدا بسيط وهو فقط تعامل وحسن أخلاق من المدرسة والبيت فالموضوع ما يتطلب شيء كثير بصراحة. أكيد كلنا أمة محمد على أحسن خلق بإذن الله. أحتاج كمان أعرف حاجة مهمة جدا، هل الشخص اللي مصاب ببطء التعلم ممكن ان هو يتعالج مع التحسين في الاداء، المعامله الجيده، مع الاصرار على التعلم، الدعم في المنزل والدعم في المدرسه وما الى ذلك، وتكثيف الجهود التعليميه والتدريبيه ايضا، هل يساعد على انه ان شاء الله يكون سليم؟ نعم يساعده على تحقيق الاتجاه اللي هو يتقنه، الاشياء المهنيه. نعم اذا دعم يا في الرسم يا في الميكانيكا يا في الكهرباء يا في الالكترونيات عدي هو كحرف يقدر يتقن الحرف يبدع حرفية. يبدع. وقفت على حالات مبدعين لكن تجي تقول له احفظ شيء يستعمل في العقل هذا عنده اشكاليه فيه. فاذا دعم في هالجانب يبدع وشخص عادي مثل غيره. وقفت على اكثر من حاله وذكرتها بتويتر انه اللهم صل محمد انشا بيت وتزوج. الحالة هذه اللي تكلمت عنها جت أمس كانت جاية زيارة لنا في مركز تعارف والإرشاد الأسري وقاعدين الآن نسعى أن في جلسات أن نهيئها فقط لعالم الجامعة. مزبوط. نعم لأنها كأنك جبت طفل من المتوسط ودخلته في الجامعة عقليا. فقاعدين في مركز تعارف والإرشاد الأسري الله يعطيهم العافية الأخصائيين النفسيين هناك في جلسات إن شاء الله متلاحقة أنه يتعاونون معها بحيث أنها تتأقلم مع الجو الجامعي. هو لسه وراثة يبذلون جهد مرة كبير يا عبير. أنا أسفة رندا بس أنا عارفة أن شوية محتاجة أخذ معلومات أكثر كمان من أستاذ مسفر. سؤال أخير لك، هو ليس وراثي، هي حالات تحدث أثناء الولادة من ضمن الأسباب قد يكون وراثي كامن في الأب أو في الجد حتى ينقل للابن أو ينقل للحفيدة. هذا من ضمن الأسباب. نعم. أنا بس ذكرت على ركز على ذلك الأسباب لأنها غالبا تكون. يعطيك العافية أستاذ مسفر، شكرا لك، شكرا للمعلومات الكثير اللي أنت طرحتها لنا. يعني نتمنى أن وزارة التعليم تأخذ بكلامك، النقطتين اللي أنت ذكرتها مرة مهمة. شكرا لك. الله يسعدكم جميعا. هلا وسهلا. خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين مكملين.